مهم جدا واحنا بنتكلم على التجهيزات المادية لرمضان يكون معانا حد متخصص يكلمنا ازاي نستعد لرمضان. الاستعداد بقى بكل اشكاله، ماديا واجتماعيا ونفسيا. عشان كده يكون معانا على التليفون دلوقتي الدكتور رأفت يوسف، استاذ الاداره واستشاري التنميه البشريه. اتفضل يا دكتور. مساء الفل يا فندم. شكرا يا فندم، زي حضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم عليكي وعلى الشعب المصري كله. وحضرتك طيب. يعني احنا بقى عايزين نستغل حضرتك في اهم سؤال، ازاي انا كست ادير او احط استراتيجيه زي استراتيجيه الحروب كده، لان دي بتبقى حرب داخليه في البيت، ازاي احط استراتيجيه اداره ميزانيه شهر رمضان، المشتريات والحاجات كلها اللي بيحصل عليها المشاكل دي. طيب هو يعني الحاجه المهمه جدا لازم نبتدي بيها الناس تفهم او نغير ثقافه الناس تجاه رمضان. ليه دايما الناس شايفه رمضان شهر استهلاكي وهو ده شهر صيام؟ والصيام معناه تصوف، معناه تقشف، معناه اعتدال. فهو اول حاجه ان احنا لازم نغير فكر الناس نفسه تجاه رمضان. ليه السلع الاستهلاكيه اكتر شهر بتخلص فيه رمضان؟ وده مش منطقي، ده المفروض يبقى اقل شهر استهلاكا للسلع هو شهر رمضان. ليه؟ ده طبعنا، ده طبعنا يا دكتور. احنا دلوقتي كل ستات مصر قاعدين بيكتبوا الليسته بتاعت الناس في الاول. الحاجه الثانيه نتكلم بقى على فكره التدبير. لما حضرتك تشوفي دايما، طبعا نتكلم على شهر الام، نقول كل سيده مصريه كل سنه وهي طيبه. لما نشوف اشهر السيدات في العالم قدره على التوفير، هم الستات اليابانيات. لما نيجي نشوف في اليابان مثلا عندهم تكنيك لطيف جدا بيعملوه السيدات هناك اسمه الاظرف الخمسه. ايه الاظرف الخمسه؟ هو مثلا انا مع حضرتك بس حاجه يعني اكتر ست موفره في العالم هي الست اليابانيه، دي حقيقه. عندهم سياسه اسمها الاظرف الخمسه، صح كده؟ احنا بقى نعرف الاظرف الخمسه دي كل ظرف فيه. قول لي. لا هو احنا بنقسم المرتب فيه، يعني مثلا دلوقتي دخل حضرتك 1000 جنيه وانت عندك 4 اسابيع، فانت هتاخدي كل اسبوع كل ظرف هتحط فيه 200 جنيه. طب والظرف الخامس هحط برضه فيه 200 جنيه. طب ليه؟ عشان الطوارئ. يبقى الظرف الاول للاسبوع الاول، والظرف الثاني اللي هو فيه 200 جنيه للاسبوع الثاني، والثالث للثالث، والرابع للرابع، والخامس للطوارئ. طيب حضرتك الظرف الاولاني اللي هو فيه 200 جنيه بتاع الاسبوع الاول صرفتيه كله، خلاص زي الفل. الظرف الثاني بتاع الاسبوع الثاني صرفت منه 180 وبقى 20 جنيه احطها في الظرف الثاني، صرفت كله برضه، وهكذا. طب تمام. يعني حضرتك نفسه. يعني حضرتك بتقولي انا كست اعمل المرتب الشهر اسبوع باسبوع، يعني كل اسبوع بظرف تقسميه على 5 اسابيع وتخلي 4 اظرف للاربع اسابيع، 4 اسابيع، والظرف الخامس للطوارئ، والظرف الخامس اللي هو اصلا الشهر 4 اسابيع، لكن الخلي الخامس ده للطوارئ. نفترض مثلا حد تعب من العيله وانا ما عنديش فلوس مظبطها، طب انا كده هروح في داهيه. يبقى انا محتاج ان انا ولو اي زياده حصلت من الاربع اسابيع، من الاربع اظرف بتاع الاربع اسابيع، اخدها واحطها في الظرف الخامس. فدي طريقه علمية وبنسميها فيها نوع من التخطيط، لكن اللي بيحصل احيانا عشوائية، حد بتحط الفلوس في الدرج، كل شوية تحط ايدك تاخدي فلوس، تيجي في نص الشهر تلاقي مفيش فلوس تانية. بالظبط. طب انا عايزة افهم بقى، يعني لسه بقول، لسه بنصح الستات والله، يعني انا مش ضد الرجالة، لسه بقول لهم حرام عليكم، الراجل ميزانيته شغله يعني مرتبه هو ما بيجيش في رمضان فجأة يتضخم لوحده المرتب، فيعني فطبعا المرتب بتاع رمضان بتاع الراجل يعيني اللي كل شهر بيصرف ورايح جاي هو. طب ازاي بقى انا اوظف بقى شهر رمضان بقى بالياميش والطلبات دي كلها؟ اعمل ايه؟ هل ما اجيبش الياميش كله على بعضه؟ هل اجيب الحاجات مثلا بالاسبوع؟ يعني انت تنصحنا بايه يا دكتور؟ هو طبعا في طريقتين عكس بعض للاسف، يعني في طريقه انه طبعا انا لما بروح اشتري بكميه كبيره من مكان، وخصوصا لو مكان جمله سعرها بقى اقل، فممكن اشوف انا مثلا واحد اثنين ثلاثه من قرايبي، فلما نيجي نشتري هنشتري كميه اكبر، او لو احنا استهلكنا قليل اساسا يبقى نشتري اسبوع باسبوع، الاسبوع الاولين الكميه اللي موجوده خلصت نبقى نجيب تاني، كملت معانا، لان احنا بنزعل جدا وخصوصا في احنا في ازمه عالميه دلوقتي، نحتاج ترمي اي حاجه في سله المهملات. ليه؟ لان في الاخر ده نعمه. طب اللي بيوفر معانا اكتر يا دكتور، ندفع كاش ولا فيزا؟ يعني موضوع الفيزا ده، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، فكره الفيزا هي كارثه بكل المقاييس. دي كارثه. ليه؟ كارثه طبعا، لان والله حضرتك نفسي يمنعوها خالص، ما عندكيش رصيد. ما عندكيش رصيد، فاللي بيحصل ان حضرتك تكتشفي بعد كده انه انت بتصرفي، وبعدين لما تيجي تسددي الفيزا مش معايا اللي يسدد الفيزا. لا انت عارف يا دكتور، يعني انا لما لو معايا فلوس في جيبي، يعني انا كست اهو بكلم بصراحه والله، يعني انا ممكن يبقى معايا فلوس في جيبي كاش، انا اما اجي اشتري حاجه اروح مطلعه الفيزا، يعني خباثه مني
انا بتخبس على نفسي، قال ايه مطلع الفيزا واروح محاسبه بيها عشان ما بحسش بالفلوس وهي بتدفع، لكن هي فلوسي برضو اللي بتدفع وبتخلص في الاخر. لكن هو الاحساس النفسي ده ان انا ما بطلعش الفلوس شايفاها بعيني وهي بتدفع. فهل بتنصح الناس يعني انا لو معايا فلوس بس من غير فيزا، يعني انا لو معيش فيزا هضطر ابقى باخد بالي وانا بصرف، لان الفلوس بتوجعنا برضو واحنا بنطلعها وبنصرفها غير الفيزا ما بنحسش بيها، تحس كده حاجه يعني حاجه شيطانيه الفيزا دي. ده حقيقي، عشان كده هي بتخلي حضرتك تشعري بالثقه وتصرفي، وبعدين تكتشفي في الاخر انه انت بتصرفي وعلى المكشوف زي ما بيقول حضرتك. احنا زمان قبل الفيزا كنا بنعمل ايه؟ كنا بننزل اشوف تجيبي ايه قبل ما ادخل اطلب حاجه، لكن دلوقتي حاجه بتطلبي وانت مطمنه عشان الليمت بتاعك يغطي لك القصه بشكل او باخر. يعني زمان انا معايا المرتب فعلى قده والفلوس في جيبي، وبرده ايه ما بقولك الفلوس ليها طابع، يعني الفلوس الحقيقيه الورقيه دي لما بتبقى في ايد الواحده فعلا بتبقى خايفه وهي بتصرف، اللي هو ايه ده خلاص فاضل 100 جنيه فاضل 200 جنيه. لكن الفيزا دي اختراع، يلا الحمد لله، حتى مرتبات الستات رايحه كلها بسبب الفيزا. الراجل لما بيجي يجيب طلبات بيدي الفيزا لمراته، فيجي فجاه يا عيني يتخض يقول لها انت صرفتي المرتب كله، تقول ايه ده ما حسيتش اصل انا كنت بسحب بالفيزا. فهي الفيزا دي اختراع. انا بنصح مع حضرتك الستات خلي الفلوس فلوس، يعني بلاش الفيزا طول الوقت. طيب في ستات بتحب تخزن اكل في رمضان، اخر سؤال بقى يا دكتور، يعني هل انا مفروض اروح اجيب الحاجات جمله، وخصوصا السوبر ماركت الكبيره بتغرينا يا دكتور، بتغريني انا كست لما تبقى عامله لي اوفر خدي اتنين، ولو اشتريتي اتنين واحده، لو اشتريتي ما اعرفش فوق ال 2000 جنيه هديكي خصم 20% على الطلبات التانيه. يعني بيتفننوا دلوقتي كل السوبر ماركت ان هو يغري اللي بيشتري. فهل انزل اجيب حاجات رمضان بالشهر جمله كده واخزنها، ولا حضرتك تنصحني بايه؟ يعني برضو اسبوع باسبوع. في حاله واحده بس لحضرتك متاكده انك هتستخدمي كل الكلام ده، لان في بعض الناس احيانا بيبقى الاوفر هو المغري ليهم، وبعد ما ياخدوا الحاجه دي يكتشفوا ان هم ما استخدموش غير نصها، وبعد كده لما الجزء البيض يبوظ او يترمي يبقى هم كده دفعوا اكتر من اللي كانوا هيدفعوا. فانا لو متاكده ان الصنف ده بيستخدم سواء في رمضان او بعد رمضان فما فيش مشكله ان انا اجيب جمله عشان اجيب كميه ويبقى ارخص عليا. لكن اجيب جمله يعني وبعدين كلنا انا عندي حاجات رمضان من رمضان اللي فات لغايه دلوقتي حاجات كتير قوي محطوطه. هي دي الفكره. يعني في الكميه اللي انت اللي هو حاططها لك في الجمله، هل هو ده استهلاكك ولا اكتر من استهلاكك؟ لو اكتر من استهلاكك يا اما ما تشتريهوش وتشتري كميه اقل بسعر اغلى، يا اما تشوفي حد تاني تشتروا مع بعض وتقسموا الكميه مع بعض. بشكر حضرتك جدا دكتور رأفت يوسف استاذ الاداره واستشاري التنميه البشريه، نورتنا يا دكتور، ميرسي جدا يا فندم على كلامك القيم ده.